بثلاثة أهداف مقابل هدف. سامويل سوبراين أهدى الهدف الأول لنابولي بحلول الدقيقة 32 عن طريق الخطأ. عزز أركاديوش ميليك تقدم نابولي عند الدقيقة 39، نتيجة خيمت حتى الدقيقة 62 حين هز فوزي غلام شباك فيرونا بالهدف الثالث. بالمقابل شهدت الدقيقة 82 طرد إلسايد هيساي من صفوف نابولي، والذي تلقت شباكه الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق جان باولو باتيني من ركلة جزاء.